نحن وابكار التاسعة في بغداد نطالب السيد رئيس الوزراء الأخ محمد الشاعر السوداني بالنظر إلى مطالب متظاهري قضاء الزوراء الذين يتظاهرون الآن في الشارع وهناك التظاهرات في مناطقنا بسبب سوء الخدمات وكثرة سوء الخدمات سببها محافظ بغداد الذي أحال مشاريع لشركات غير رصينة ومتلكئة، وكل المشاريع في قضاء الزوراء متلكئة. هناك عندنا مشاكل في خطوط المجاري لمستشفى المعامل وشارع 77 وعدم وجود جدية لدى قائم مقام وقضاء الزوراء أيضا بالاهتمام بالمشاريع، ماكو متابعة من قائم مقام ولا متابعة من محافظ بغداد. محافظ بغداد أهمل إهمال كبير أطراف بغداد وبالخصوص قضاء الزوراء، كل هذه المشاريع في قضاء الزوراء متوقفة، لذلك سنلجأ إلى القضاء بإقامة دعاوي على محافظة بغداد لعدم تنفيذها مشاريع القضاء ضمن الموازنات السابقة. نائب كامل الأمين ندعو رئيس الوزراء لإدارة محافظة بغداد.